تحية طيبة متابعينا الأعزاء. اليوم شوية عندنا فيديو، عندنا ترتيبات جديدة حبيت أشاركها وياكم. مثل ما تعرفون موسم التكاثر يعني بشكل عام تقريبا انتهى. أكو يعني هسه قليل أكو دي يتكاثرن، بس بشكل عام احنا نقول انتهى. وما دام أنا عندي هاي النثية امتلكها عام، فما بها داعي تبقى سوية الفحل، لان اي فائدة ماكو. ما دام متلكة يعني نهاية ما راح تبيض بعد، وحتى انا هم ما اريد اتعبها. هسه هي اللي جاي تشوفوها على اليسار، هاي شوفوا شلون محوفرة يعني منتهية، حتى الطيارة ما تقدر تطير بالقوة. المهم فبدينا نجهز للتكاثر الجديد موسم 2019 اذا الله خلانا طيبين. عندنا الاثنين اللي تعرفوهن، المخاليف الملونات اللي ريشن باحمر كريمي اللي براسهن ذن الشقر، صبحي وجوري سميناهن، لان اللي صبغته اقل نثيه فسميناها جوري، الاكبر صبحي سميناه اللي هو صبغته اكثر. الطيور انا عندي مخاليف منه ما شاء الله وراهمات، طبعا يعني اكو تناسق بيناتهم متوالفات من هسه سبحان الله. فاليوم جمعتهن ذبيتهن بهاي الخانه حتى الطيور تجهز، يعني منا للموسم الطيور ما تدخل استغراب وتكون متحفزة على الانتاج. ليش؟ لان اكو اعشاش واكو قفص كبير، يعني متعودات مجرد ان يبدي الموسم رأسين راح يبيضن عندنا. هذا النثيين قلنا، والنثية باقية وياهم، النثية سحبت الفحل مالتها، لان الفحل اذا يبقى يكتلون المخاليف هذا الاثنين، فسحبت النثية الفحل حتى تكون النثية حلقتها اضعف، ما يكتلون هذن المخاليف الثنين. اذا جاي تشوفون اللون واضح ان شاء الله عندكم مال راسهن، شوفوهن ما اعرف شويه لان عكس الضوء هذا، بس اللون ان شاء الله واضح لونهن المخاليف. المهم ف الخطه ان شاء الله النثيه ذيك اللي عندنا، ذيك نثيه منتجه وجربتها غزارة عندها بانتاج البيض، يعني فشي كلش حلو ان شاء الله. اذا الله راد راح ارهم لها فحل ماليزي نذبها عليها، هاي وحده. بالنسبه لهذني الاثنين، هذني الاثنين اذا صارت الالوان مالتهن وبقى نحافظا على هذا اللون مالتهن وزاد ما قل، هذني يبقى الاثنينات وان شاء الله اثنيناتهن نزاوجهن. هاي شغله. عندنا النثيه الطفره تعرفوها انتم المشجره مالتنا، راح نذب لها فحل عادي لان هي مشجره، فنذب لها فحل عادي، واحتمال نذب الفحل هو اللي طلعناه من هاي، ولو انا ما واثق بهذا الفحل لان شويه بيضه ما يشد، فنشوف لها فحل افضل ان شاء الله، لان هي طياره مشجره فنذب لها فحل عادي ماكو مشكله حتى نحصل مشجرات. وبالنسبه لهاي، هاي قلنا راح نذب لها ماليزي، احتمال هو هذا الماليزي اللي عندنا نذبه على هاي. هسه هاي الخانه او هذا القفص، هاي الوضعيه مالته بشكل مؤقت هسه، بس الطيور حتى شويه ترتاح من الاقفاص الصغيره. وبصراحه انا حصلتهم مخلف فشي حلو، يعني اجاني مال ثلج الصان سميته جداحه، ان شاء الله هم راح اعرفكم عليه. هذا راح يتم التخريج مالته جوه موزارت. عندنا هذا القفص هسه هنا، ايش راح نذب احنا بعد به؟ راح اذب النثيه المشجره لان قفصنا بصراحه صغير وما مرتاحات به، وراح نذب الفحل الماليزي. يعني هنا راح يصيرن كلهن بين ما احضر هذا القفص. هذا القفص انا خاله للدايات، احنا نسميهن الطيور الدايات، هنا يبيضن ويطلع عن فرخات. راح نلغي هذا الموضوع، هذا راح يكون للبلابل بس شويه راد لتعديلات، واكو فتحات هواي بيه وتنظيف، نسدده ونجهزه بالاعشاش ونذب لنا زوج. وعندي بعد قفص جاهز هم كبير، يعني تقريبا نص حجم هذا راح يكون بالنص هنا بين هذين القفصين. يعني ان شاء الله نجهز ثلاث قفاص او ثلاث محميات، ثلاث قفاص للتكاثر ان شاء الله، ان شاء الله اذا الله راد موسم 2019. طيور مثل ما جاي يشوفون هذين المخاليف الاثنين، يعني هن انصادن سوى، هن بنات عش هذني، فلونهن مش شابه، فالطيور ما شاء الله من هسه واحد راغب الثاني. هاي شوفوهن ما شاء الله، طبعا اللي على اليمين صبغته الاكثر اللي سميناه صبحي، والثاني اللي سميناه جوري اللي صبغته اقل. ما اعرف اذا اللون جاي يبين عندكم او ما يبين، انا يعني بالنسبه لي جاي اشوف اللون حلو واضح. تحياتنا لكم.